أنك في غاية السعادة في هذا المكان الأثري أولاً وهذا التراث الأثري وتراثنا هويتنا. نعم بالفعل تراثنا هويتنا. إذا بدنا نحافظ على هويتنا يجب أن نتمسك بتراثنا، يجب أن نتمسك وننمي ونصدر تراثنا للعالم كي يعرف نحن أصحاب الأرض حقيقيين. نحن هنا بتجذر كشجر الزيتون. أنا من المرأة الفلسطينية رائعة، المرأة الفلسطينية يعني أرى بعض الصناعات وها بعض الأشياء الرائعة التي صنعت بأيادي ماجداتنا أناملها الذهبية. كل الفخر والاعتزاز بالمرأة الفلسطينية، كل احترام لتاج رؤوس المرأة الفلسطينية التي فقط تنقصها الفرصة ونفتح لها المجال لتصدير بضاعتها. أرجو أن تفتح الأسواق أمام المرأة الفلسطينية لكي تبدع وتصدر ما تنتج. يعني نحن في الهيئة الفلسطينية ومنذ فترة طويلة نحاول من خلال معارضنا التأكيد على هويتنا الفلسطينية وعلى تراثنا الفلسطيني وعلى مواقعنا الأثرية، ومن هذا البيت بيت القصين الأثري الذي يقارب عمره على 500 عام، هذا البيت الذي بني بأيدي فلسطينية يؤكد من هذا المكان ومن خلال هذه المشغولات اليدوية والمأكولات والدبكة الشعبية والموسيقى واليرغور والأدب والفكر الفلسطيني بأن هذه الأرض فلسطينية عربية ونحن الأصلاء عليها، والاحتلال الإسرائيلي هو الدخيل على هذه الأرض، وبالتالي نحن متجذرون فيها باقون. من هذا المكان ندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية مواقعنا الأثرية والتراثية، وسيما في القدس الشريف هناك عمليات تهويد وحفر للمسجد الأقصى، يحاول الاحتلال الإسرائيلي طمس هذه المعالم التاريخية الإسلامية والعربية. ننشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري. أيضا لدينا 30 موقع أثري، نطالب منظمة اليونسكو العالمية بتسجيلها ضمن المواقع الأثرية حتى تحظى بالحماية الدولية وحتى نردع هذا الاحتلال الإسرائيلي. نحن نؤكد وجودنا على هذه الأرض من خلال معارضنا، من خلال مشغولاتنا، من خلال وجودنا، من خلال عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، نؤكد للعالم بأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الأصليين. العواض
أنا اليوم موجودة هنا لأشارك في معرض تراثنا اللي مع مشغولاتي بتضم التراث الفلسطيني بأكمله من التوب الفلسطيني للشال بعض الإكسسوارات المطرزة. طبعا التطريز الفلاحي كان زمان يشمل فقط التوب وبعض الأشياء البسيطة، بس الآن مع التطور اللي احنا بنعيشه طورنا من التراث الفلسطيني، دخلنا على الشال، دخلنا على المثلث، دخلنا على مستطيلات، دخلنا على إكسسوارات، على أشياء كتيرة. أنا اليوم هان جاية لتحسين الوضع الاقتصادي اللي بنعيشه رغم الحصار، رغم الدمار، ورغم الأشياء اللي بتصير عندنا في غزة، اللي نحن سيدات فلسطين صامدات مكافحات من أجل لقمة العيش.